السلام عليكم. الآن سأتعلم لغة البرمجة باللغة السودانية والثورة السودانية. طيب، ما محتاجين ننزل أي حاجة، بس هنمشي طوالي لجوجل، تكتب جوجل كولاب، انتهى. طيب، جوجل كولاب اللي هو عبارة عن بيئة ممكن تبرمج فيها بلغة بايثون بدون ما تحتاج لأي حاجة، بس يكون عندك إنترنت. فهنخش هتقرأ عن كولاب واي حاجه ممكن تقرا عنه، لكن احنا ما نقرا عنه. فهنخش فايل نيو بايثون 3 نوت بوك، فهنمشي على النوت بوك طوالي. و اول حاجه هنعملها هنغير اسم النوت بوك، لان اسم النوت بوك هنلقاه انه عباره عن، خليه يفتح، افتح. طيب، هنلقاه عباره عن انتايتل 0، فهنغيره لحاجه اسمها مثلا السودان ريفوليوشن. طيب، لغات البرمجة كلها بتشترك في إنها في حاجات كثيرة مشتركة بيناتها، في حاجات كثيرة مختلفة بيناتها. فهنتعلم اللي هي أسهل لغة عندنا، اللي هو لغة بايثون، ومن أكثر اللغة شيوعا حتى الآن. فأول حاجة هنعملها إنه نشوف كيف ممكن يكون عندنا متغير. فمثلا إذا كان عندنا أول متغير اسمه السودان، هيساوي لنا 100، إذا افترضنا إنه السودان كامل بيساوي 100، تمام. بعد ذاك هنفترض إنه الناس في السودان كان ما عندهم أي كلمة، فهنقوم ناخذ 0. هنشوف بعد ذلك عندنا الكيزان في السودان كان بيساوي لنا 59% من السودان كان عبارة عن كيزان. بعد ذلك تاني عندك قبل الثورة كان عندك تجمع المهنيين السودانيين، Sudanese Professional Association، بيساوي لنا 1 بس، ما كان في حاجة كبيرة. عندك الدعم السريع الرابيد سيكيورتي فورس كان بيساوي لنا 5%. عندك قوى الإعلام الحرية والتغيير بيساوي لنا نون أصلا ما كانت. بعدك عندك المجلس العسكري الانتقالي نون برضو، لأنه أصلا ما كان فيه. بعدك عندك حمدوك كان بيساوي -100 لأنه أصلا كان كاره الحكومة. بعد ذاك عندك تاني من تاني، أيوة عندك المجلس السيادي الانتقال يساوي لك نن، لأنه ذاته ما كان فيه تاني، فإذا نسيناه كده. خلينا نبدأ. عندك أول حاجة بكده عملنا المتغيرات بتاعتنا، فهو حاسب شغال كونكت مع السيرفر عشان يقوم يطبق لنا الحاجة دي. فقام قال لنا أوكي، كل التغييرات محفوظة. خلينا نعمل برنت اللي هو دايت نطبع. ليش نو؟ ليه مثلا نشوف الكيزان كانوا عاملين كيف. الكيزان يا سيد كانوا مسويين 59. طيب اوكي، ما مشكلة. دايما نشوف قوى الإعلام الحرية والتغيير كان شنو. نكرر لنا قاعدين قوى الإعلام الحرية والتغيير ما. طيب سيد حمدوك، السيد حمدوك -100. طيب أخيرا عندك عندك السودان دايما أبدا يظل 100.